للخلايا السرطانية، طريقة جديدة للحد من انتشار الأورام الثانوية في الجسم. خطر الأمراض السرطانية المميت يكمن في الخصائص الخبيثة للخلايا الورمية، ومن أهمها القدرة على الانتشار السريع وتشكيل الأورام الثانوية في الجسم. حالياً يفكر الباحثون بتصميم أفخاخ صغيرة تقوم بإمساك الخلايا السرطانية أثناء هجرتها مع دوران الدم، وبالتالي تساهم في التشخيص المبكر لتشكل الأورام الثانوية وتساعد على الحد من انتشارها في أنحاء الجسم. يعلق الباحث لوني شي من جامعة ميتشيغان على تجربتهم لهذه الفكرة على الفئران وعن طموحهم لاستخدام هذه التقنية لتشخيص الأورام عند البشر، حيث سيكون بإمكان الطبيب أن يزرع داخل جسم المريض فخاً على هيئة طعم ليمسك بالخلايا السرطانية أثناء هجرتها، وعندها يمكن مسح هذا الطعم دون نزعه من الجسم للكشف عن الخلايا السرطانية التي وقعت بالفخ. وفي يوم ما قد يصبح بالإمكان إجراء عملية المسح هذه دون مساعدة الطبيب، وإنما بواسطة أجهزة بسيطة كالهاتف الذكي مثلاً. يتعاون لوني شي مع إخصائية جراحة أورام الثدي جاكلين جيرز، والتي لاحظت مدى شيوع أول عارضة ضيق التنفس بين مرضاها المصابين بسرطان الثدي. تقول جاكلين إن هذه العارضة هي أول دليل على انتشار الورم في الجسم ووصوله إلى الرئتين. ولتنفيذ فكرة الفخ قام لوني شي مع جاكلين بالتعاون مع زملائهم بتصميم طعم إمبلانت مصنوع من مادة مسامية خاملة تستخدم كثيرا للأغراض الطبية، ثم قاموا بإشباعه بجزيء تأشير Signaling Molecule يدعى CCL22، إذ يقوم هذا الجزيء بجذب أنواع معينة من الخلايا المناعية القادرة على جذب الخلايا السرطانية، وبالتالي تنجذب الخلايا السرطانية لهذه الخلايا المناعية وتتبعها حتى تصل إلى الطعم. ففي تجربتهم لهذا الطعم على الفئران قام الباحثون بزرعه تحت جلد فأر مصاب بأحد أنواع سرطان الثدي، وبعد مضي أسبوعين وجدوا الخلايا السرطانية مجتمعة حول هذا الطعم. وفي تجارب على مجموعة أخرى من الفئران تبين للباحثين بأنهم قادرون على كشف الخلايا السرطانية المصطادة داخل الطعم باستخدام نظام ماسح ضوئي جديد يعتمد في أدائه على التصوير الطبقي المتماسك OCT، والذي يتيح لهم مسح محتويات الطعم وهو في مكانه دون نزعه من الجسم. تعتمد تقنية المسح الضوئي هذه على تغلغل الضوء لبضعة مليمترات داخل النسيج الحي، مما يسمح بقياس مدى تبعثر الضوء النافذ من الجزيئات والبنى الكبيرة داخل الخلية. وبما أن كثافة الخلية السرطانية أكبر من كثافة الخلية الطبيعية، فإنه يمكن استخدام هذه التقنية في الكشف عن الخلايا المسرطنة. وفي الوقت الحالي تحاول عدد من الشركات تطوير أجهزة تسمح باستخدام تقنية الماسح الضوئي بالهواتف الذكية ليستطيع أي شخص أن يفحص خلايا جسمه في أي وقت وبسهولة. أظهرت التجارب على الفئران بأن الطعم المزروع يعمل على خفض عدد الخلايا السرطانية المهاجرة إلى مواقع ثانوية في الجسم كرئتين. يقول لوني شي: ربما هذه التقنية لن تكون كافية لالتقاط جميع الخلايا السرطانية ولن تكون بمثابة علاج مضاد للسرطان، ولكن عملية زرع هذا الطعم بالتأكيد ستزيد من فرص نجاة المرضى، وذلك بالكشف المبكر عن الخلايا السرطانية خلال تحركها، وهذا بدوره سيساعد كثيرا في تحديد ضرورة بدء العلاج الكيماوي. تقوم مجموعة أخرى من الباحثين بدراسة وتصميم أفخاخ لالتقاط خلايا ورمية من نوع معين اعتمادا على إشارات كيميائية أكثر تحديدا، ويتطلع هؤلاء الباحثون إلى استخدام هذه الأفخاخ في النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي كاللواتي خضعن لجراحة استئصال الورم وما زلن ضمن خطر الانتكاسة المرضية. فإذا أظهر الماسح وجود الخلايا الورمية في أجسامهم
يتم حينها استخراج الطعم المزروع والحاوي على الخلايا السرطانية المجتمعة داخله لتتم دراستها لتحديد نوعية العلاج الذي تتأثر به. يقول غريهارت أتارد أحد أعضاء مركز أبحاث السرطان في لندن: يوجد نمو متزايد في الاهتمام بتخصيص العلاج المضاد للسرطان عن طريق تصميم علاج نوعي خاص لكل مريض بشكل مستقل اعتمادا على اختبار وتحليل خلايا. بنجاح هذه التجارب ستحصل البشرية على أسلوب علاج جديد أكثر جدوى وأقل خطرا على الإنسان.